طبعا هذا موضوع الدس والتزوير تهمة متبادلة، يعني حتى نحن كمان نكون دقيقين، تهمة متبادلة. الإمامية أيضا تهمون أهل السنة لأنهم غيروا في نسخ الكتب، وينقل عن السيد محمد باقر الصدر أنه طلب من الشيخ حسين الراضي أن يقوم بتحقيق كتاب المراجعات طبقا للنسخ القديمة للصحاح السنية، لأن النسخ الجديدة قد حصل فيها تغيير. وطبعا كلنا نتلقى هذا الأمر تلقي المسلمات باعتبار خلص بعد. أيضا هم نفس الطريقة يجب أن نحقق هل فعلا حصل تزوير، حصل حذف لبعض الروايات من النسخ الجديدة من الصحيحين أو سائر الكتب الستة أم لا. وحتى أن بعض المعاصرين مثل الشيخ علي الكوراني في كتابه ألف سؤال وجواب أو ألف سؤال وجواب يتتبع جملة من الموارد، يقول أنا رأيت النسخة القديمة كذا ورأيت النسخة الجديدة كذا. هذا ليس بحثنا، لكن ما أريد أن أقول هو تهمة متبادلة. والشواهد التي ذكرها القفاري هي في كتابين، في التهذيب وفي كتاب الكافي، بينما في مطلع كلامه قال إن الكتب الأربعة حصل فيها دس وتزوير، لكنه لم يذكر سائر الكتب الأربعة ولم يعطي شواهد عليها. على أي حال، في مقام المناقشة مع هذه الإشكالية يمكن ذكر ما يلي. أولا نبدأ بالملف الأول وهو عبارة عن نصوص أو عن روايات كتاب التهذيب 5000 و13950. ودعونا نرجع قليلا إلى نص الشيخ الطوسي في العدة الذي اعتبر من قبل الناقدين الوثيقة على أن كتاب التهذيب قد دس فيه أكثر من ضعفه. ماذا يقول الشيخ الطوسي في كتاب العدة في أصول الفقه؟ هذا هو نصه، فلنتأمل النص ولنرى أن سياسة الاقتطاع يبدو أنها سوق رائجة في كل مكان. قال الشيخ الطوسي: ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها، عن العمل بالأخبار، قال: فإني وجدتها للطائفة مختلفة المذاهب في الأحكام، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه، من الطهارة إلى أبواب الديات، من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك، مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم، واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا. شيخ الطوسي يتكلم عن الاختلافات الفقهية الهائلة الموجودة بين فقهاء الإمامية في عصره أو قبل عصره وبين عصره، طيب، وغير ذلك في سائر أبواب الفقه، حتى أن بابا منه لا يسلم إلا وقد وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى. إذن عند الاختلاف الفتوائي. ثم يقول: وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام. هذا البحث أين يذكره الشيخ الطوسي؟ في أواخر مباحث حجية الخبر، عندما يتحدث عن تعارض الأخبار وتأثير تعارض الأخبار على مواقف الفقهاء. وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة، مختلفة يعني المتعارضة، فإن مصطلح التعارض الذي نستخدمه نحن اليوم لم يكن رائجا فيما مضى، وكان مكان هذا المصطلح مصطلح اختلاف الحديث. وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتاب المعروف بالاستبصار، وفي كتاب تهذيب الأحكام. ذكرت هناك الأحاديث المختلفة، شوف لاحظ العبارة، ذكرت الأحاديث المختلفة في كتاب الاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على 5000 حديث. إذن ما هو الرقم 5000؟ بماذا يتعلق إذا أردنا أن نفكك الجملة بالأحاديث المختلفة؟ يعني يريد أن يقول لنا الشيخ الطوسي: إنني ذكرت في كتاب الاستبصار كما ذكرت في كتاب التهذيب من الأحاديث المختلفة أي المتعارضة ما يزيد عن 5000 حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها، وذلك أشهر من أن يخفى. هذا هو النص
الذي حالنا عليه الدكتور القفاري وسائر الناقدين في هذا المجال. ومن الواضح لو تأملنا قليلا أن هذا النص ماذا يقول؟ يتحدث عن الاختلاف الفقهي، ثم يعزو هذا الاختلاف الفقهي إلى الاختلاف الحديثي. يعني اختلاف الفقهاء لا نظلمهم ونقول هم يختلفوا فيما بينهم، هي الأحاديث مسميتهم وجعة رأس، هي أحاديث مختلفة. يقول أنا شيخ طوسي، يقول أنا سعيت بعد أن رأيت هذه الفوضى والاضطرابات، واحد يذهب إلى هذه الطائفة فيأخذ بفتوى، وذاك يذهب إلى تلك الطائفة فيأخذ بفتوى. أنا لكي أحسن هذا الموضوع وأضبط هذه الفوضى ذكرت هذه الأحاديث المختلفة لكي تعرفوا هذه الأحاديث هي مصدر اختلافهم، ذكرتها أين؟ في الاستبصار وفي التهذيب، وعددها يزيد على 5000 حديث. إذا تأملنا قليلا، الاستبصار ما في مشكلة، صحيح عدده يقارب 5000 حديث. هو نفس الشيخ الطوسي في نهاية الاستبصار ماذا يقول؟ يقول أبواب الكتاب 925 بابا تشتمل على 5511 حديثا حصرتها، هو عدد الأحاديث. إذن الأحاديث المختلفة التي وقع فيها اختلاف أي تعارض عند الإمامية حسب تقييم الشيخ الطوسي تبلغ 5511، يعني ما يزيد على 5000، تحت 6000 اللي ذكرها القفاري، تحت 6000 التي ذكرها القفاري. ولو تأملنا ورجعنا إلى العلاقة بين التهذيب والاستبصار، احنا دائما بنقول الكتب الأربعة، الكتب الأربعة، وما في كتب أربعة مولانا، احنا ما عندنا كتب أربعة الشيعة. إذا بدنا نسوي تقسيم هكذا، ثلاث كتب، لأن الاستبصار هو جزء من التهذيب. الاستبصار أنت لو تتبعت، وهذا نص عليه العلماء وسأذكر نصا للشهيد الثاني في هذا المال، الاستبصار لو تتبعت مرويات الاستبصار ستجد هي بنفسها في الغالب موجودة في كتاب التهذيب. طيب ليش أفردها الشيخ الطوسي؟ أفردها ليحل مشكلة التعارض. مشروع كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار كان لكي يذكر الشيخ الطوسي الأخبار المتعارضة ويضع حلا لها في الهامش أو في الذيل، ويضبط هذا التعارض بين الأحاديث. لذلك الشهيد الثاني ماذا يقول؟ يقول في كتابه الرعاية لحال البداية في علم الدراية، يقول وأما الاستبصار فإنه أخص من التهذيب غالبا. كلام صحيح، روح تبع عند الاستبصار كل رواياته موجودة في كتاب التهذيب غالبا. وأما الاستبصار فإنه أخص من التهذيب غالبا، فيمكن الغناء عنه به. إذن الخمس آلاف الموجودين بالاستبصار هم نفس الموجودين بالتهذيب. لذلك صح للشيخ الطوسي أن يقول إنني ذكرت ما يزيد على 5000 من الأحاديث المختلفة ذكرتها في الاستبصار والتهذيب، لا أن كتاب الاستبصار هو 5000 وكتاب التهذيب هو 5000. حتى نستنتج النتيجة التي أخذها الدكتور القفاري وبنى عليها أن حوالي 9000 حديث زيدت في كتاب التهذيب خلال 6-7 قرون في هذا المجال. إذن النص لا ينبئ إطلاقا عن ذلك التفسير الذي اعتمده الدكتور القفاري في هذا المضمار. لم يكن الشيخ الطوسي بصدد بيان عدد أحاديث الاستبصار والتهذيب، وإنما كان بصدد بيان عدد الأحاديث المختلفة المبثوثة في كتابي الاستبصار والتهذيب. فإذا عرفنا أن الاستبصار كله في التهذيب، وعرفنا أن الاستبصار هو 5511 حديث، عرفنا أن الأحاديث المختلفة في التهذيب أيضا هي تزيد عن 5000، لا أن مجموع أحاديث التهذيب يزيد على 5000 في هذا المجال. فإذا استشهاد الدكتور القفاري بهذا النص لتأكيد هذه الدعوة لا يبدو صحيحا وفقا لتحليل هذا المجال.